حرب الأشباح. مقارنة تفصيلية بين F-22 الأمريكية و-G-20 الصينية، من ينتصر في حرب تايوان؟ بين عشية وضحاها، قد نستفيق على اندلاع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب جزيرة تايوان التي تحفظ قدم موطئ الأولى ومصالحها في المحيط الهادئ وشرق آسيا، والثانية التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، وأي تدخل أجنبي هو مساس بسيادة الصين. تلك الحرب إن وقعت قد لا تكون حربا كلاسيكية كما تعرف عقولنا الحروب، إنما حرب تستخدم فيها الهجمات السبرانية والقنابل الكهرومغناطيسية والصواريخ التي ستخرج إلى الفضاء قبل أن تعود لتدمير أهدافها. وستشهد السماء اشتباكات بين الطائرات الشبحية الأحدث والأقوى حول العالم. ستكون حربا من المستقبل كتلك التي شاهدناها في أفلام الخيال العلمي، حرب لا وجود فيها للطائرات التقليدية، ورأس الحربة فيها فخر الصناعة لكل من البلدين كالمقاتلة الشبحية الأمريكية F-22 رابتور ونظيرتها الصينية G-20. نقدم لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة شاملة لمزايا وقدرات كل من المقاتلتين الشبحيتين الصينية والأمريكية. التسليح. على غرار جميع مقاتلات الجيل الخامس، تحمل F-22 ذخائرها داخل هيكل الطائرة وليس خارجها بهدف تقليل البصمة الرادارية، وبمقدورها حمل كافة صواريخ جو وصواريخ جو أرض من صناعة أمريكية أو غربية عموما، كصواريخ AIM-132 وAIM-120 جو. لكن ليست الصواريخ التقليدية، فقد تم تطوير نسخ خاصة من هذه الصواريخ بهندسة جديدة تتيح الإطلاق من داخل الطائرة وليس من نقاط تعليق خارجية. وتأتي هذه النسخ بمواصفات أفضل من النسخ التقليدية، حيث يبلغ مدى الصاروخ 175 كيلومتراً، وتم تزويده بأنظمة الإغلاق البصري والراداري، مما لا يترك مجالاً لطائرات العدو بأن تنجو منه. وبمقدور كل طائرة حمل 8 صواريخ جوجو إضافة لذخائر أخرى، أو حمل 16 صاروخ دون أي ذخائر أو قنابل للمهام السطحية. كما باستطاعة رابتور الأمريكية استخدام جميع الذخائر الجوية الأمريكية، إلا أنها تميزت بنسخة من القنابل الأمريكية GBU الشهيرة حملت اسم GBU-1000، وهي قنابل حرارية شديدة الانفجار قادرة على خرق التحصينات التحت أرضية، وهي قنابل عملاقة موجهة بالليزر ودقيقة جدا، ويصل وزنها إلى 890 كيلوغراما. في المقابل، تمتلك G-20 الصينية 8 منصات داخل بدن الطائرة لحمل الذخائر والقنابل الموجهة بالليزر أو عبر الأقمار الصناعية والصواريخ عالية الدقة، ومزودة بأربعة قاذفات صواريخ جوجو من طراز PL-15، والتي يمكنها تتبع وضرب الأهداف الجوية على بعد 180 كيلومتراً. كما تستخدم قنابل LT-2 الموجهة بالليزر، وهي نسخة طبق الأصل عن القنبلة السوفيتية CAB-500 ذات قدرة تدميرية تبلغ 300 كيلوطن، وتتميز بقدرتها على تحقيق إصابات بدائرة خطأ لا تتجاوز 50 متراً. ويستخدم الشبح الصيني أيضاً صاروخ X-31 الروسي المعروف باسم كريبتون، وهو صاروخ مزود بباحث رادارية، ويتم توجيهه بواسطة نظام الملاحة العالمي GPS وبنظام القصور الذاتي، وتبلغ سرعته 4.5 ماخ، ويمكنه ضرب الأهداف البرية والبحرية والطائرات العملاقة كالقاذفات الاستراتيجية وطائرات الإنذار المبكر. أما هدفه المفضل فهو أنظمة الرادار والدفاع الجوي. الرادار والأنظمة التقنية. تعتبر F-22 كتلة من التكنولوجيا مخصصة للحرب، حيث تم وضع مئات المستشعرات في كل أطراف هيكل الطائرة مربوطة بحاسوب من طراز IBM AB-101 يربط بين الرادار متعدد المهام في الطائرة، من طراز أيسا IBG-77 لإدارة حرب إلكترونية بشكل تلقائي. وتكمن مهمته الأساسية في رصد الدفاعات الجوية الأرضية ضمن نطاق عمل استكشاف إلى 650 كيلومتر.
ويقوم بتحديد نوعها ومدى خطورتها ويقدم المعلومات الميدانية لقائد الطائرة، كما يقوم بقراءة طول موجة الرادارات الأرضية والجوية وقوتها وتوجيه أوامر للرادار العكسي الخاص بF-22 لإرسال موجات معاكسة لرادارات العدو، وبالنتيجة تصبح رادارات الأعداء مهما كانت متطورة عمياء بشكل كامل عن وجود F-22 في مجالها الجوي. إلى جانب ذلك كله، تعتبر خوذة الطيار هي سر تفوق الرابتور، كونها مربوطة بكافة الأنظمة والحواسيب الموجودة في المقاتلة، وبالأخص أنظمة الاشتباك مع الأهداف المتعددة، مما يوفر للطيار حسابات دقيقة تعطيه توقيتاً مناسباً لكل حركة كالمناورة والانقضاض. وانعكس أداء الخوذة على رداد الفعل السريعة لأداء المقاتلة بنسبة تفوق 80%. أما الوحش الصيني، فقد أفصحت وزارة الدفاع الصينية عن تزويد طائرتها جي 20 برادار تايب 1475 ذاته المستخدم في المقاتلات من طراز جي 11. وقالت الصين إن مدى كشفه للطائرات والرادارات ومنظومات الدفاع المعادية يتراوح بين 400 و600 كيلومتر، كما أنها مزودة بنظام الاستهداف الكهربصري الصيني من طراز EOTS-86 إضافة لنظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء EORD-3. أيضاً تم تزويد جي 20 بتكنولوجيا ستيلث أو ما يعرف بالرادار السلبي، حيث تعمل هذه التقنية على قراءة إشارات الرادارات الأرضية المعادية وإعادة إرسال إشارات تحمل قيمة سلبية مماثلة لذات الرادار، مما يعطي النتيجة صفر، وبالتالي فإن رادار العدو ومشغلوه لن يتمكنوا من رصد أي جسم في نطاق بحثهم. المواصفات العامة: بلغ طول المقاتلة F-22 نحو 19 متراً وبعرض 13.56 متراً وبارتفاع 5 أمتار، وبلغ وزنها 19700 كيلوغراماً و38000 كيلوغرام عند أقصى حمولة تشمل بذلك الوقود والذخائر. وزودت رابتور بزوج محركات صنع خصيصا لها من قبل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، أتاح لها التحليق بسرعة 2.4 ماخ، أي ما يعادل 3100 كيلومتر في الساعة بسرعة متواصلة وليست متقطعة، دون الحاجة لوجود حارق لاحق للمحركات والوصول إلى ارتفاع 20000 متر وبنطاق عمليات يصل إلى 4000 كيلومتر. أما جي 20 فقد بلغ طولها 20.4 متر وبعرض 13.6 متر وبوزن يبلغ 20000 كيلوغرام، إضافة ل 6000 كيلوغرام مخصصة للحمولة العسكرية و 11500 كيلوغرام سعة الوقود، ليصبح الوزن الإجمالي 37500 كيلوغراما عند أقصى حمولة. يتم تشغيل جي 20 بواسطة محركين اثنين يمكنهما توليد قوة تبلغ 360 كيلو نيوتن، مما يتيح لها التحليق بسرعة 2300 كيلومتر في الساعة والتسلق إلى ارتفاع 19000 متر بمعدل 305 أمتار في الثانية، ومدى عملياتها يصل إلى 6000 كيلومتر بحسب وسائل إعلام صينية غير رسمية. وكلا المقاتلتين بحاجة إلى طيار واحد فقط لقيادتها وأداء المهام القتالية، وتوفر الأنظمة التقنية المستخدمة في مقاتلات الجيل الخامس أريحية للطيار، على اعتبار أن تلك الأنظمة تقدم له كافة المعطيات الميدانية والمناخية وتخبره بطبيعة الأهداف وسرعتها وخطورتها، وتقدم له إنذارات السلامة والخطر بسرعة عالية، على عكس الطائرات القتالية من الأجيال السابقة التي يعتمد فيها الطيار على قراءة المؤشرات والشاشات كل على حدة، مما يستغرق وقتا لتحليل ومقاطعة كل القراءات ويرفع من معدل وقوع الطائرة في مرمى الصواريخ المعادية. أما الهندسة التصميمية فلا تتحمل المجاملة نهائيا، حيث قامت الصين باستنساخ المقاتلة الأمريكية، لذا يصعب على غير الخبراء التفريق بين صور جي 20 وF-22 اللتان تحملان تصميم مقاتلات الجيل الخامس المعروف بهندسة حادة في الزوايا والأجنحة، كما أن هياكل كلا المقاتلتين مصنوع من خليط من المعادن ومطلي بطلاء خاص لتكون النتيجة على الشكل التالي: تقلل الهندسة التصميمية من انعكاس إشارات الرادار وتقوم بتشتيتها، بينما يقوم المعدن المصنوعة منه الطائرة بتحمل الحرارة المرتفعة وتفريغها بشكل سريع، مما يقلل من البصمة الحرارية للطائرة الشبحية.
أما الطلاء فيقوم بامتصاص موجات الرادار والإشعاعات ويقلل انعكاسها لمستقبلات الرادار بنسبة تتراوح بين 60 و100% بحسب نوع الرادار ونوع الموجات الصادرة عنه. وأنت عزيزي المشاهد، بعد مراجعتك لمواصفات وقدرات كل من الطائرتين، لمن ترجح الكفة لو وقعت مواجهة جوية بينهما؟